أخوتي أهلي أصدقائي في عمادة مركز بعصيدة، السلام عليكم. أهلا ولدكم عبد الرحمن تريكي، 37 سنة، مختص في إدارة الأعمال وصاحب مؤسسة خاصة. هذه فرصة أخرى باش نجدد شكري ليكم على أصواتكم وعلى ثقتكم الغالية اللي بفضلها أحنا موجودين في الدور الثاني من السباق الانتخابي. ثقتكم تعمق فيها الشعور بالمسؤولية وتزيد من إصراري على المساهمة في خدمة أهلي وناسي في عمادة بعصيدة اللي قدمت لي الكثير واللي كانت منها انطلاقاتي وبدايتي. نستغل الفرصة هذه زادة باش نشكر كل من قدم واجبه في الانتخابات في الدور الأول، وباش نطلب من البقية أنهم ما يغيبوش في الدور الثاني على خاطر قوة بعصيدة في وحدتها وتماسكها، ولأن أصواتهم هو المفتاح نحو التغيير والبناء وتحقيق التنمية المنشودة في منطقتنا. خلال الحملة الانتخابية تقريبا أغلب المناطق والأحياء زرتم تبان العمادة، وإن كانت استراتيجية العمل قائمة بالأساس على الاتصال المباشر مع المواطنين والمواطنات. غمرتوني بحبكم وكرمكم واستمعت باهتمام لانتظاراتكم وتصوراتكم ومطالبكم. بعصيدة اللي نحلموا بها هي العمادة النظيفة والمزيانة اللي يكون فيها شبكة طرقات لائقة وآمنة، ويكون كذلك نسبة تغطية شاملة بشبكات الصرف الصحي، ونحبوها زيادة تكون منطقة يطيبوا فيها العيش، تكون فيها مناطق خضراء في محيط كل مدرسة، فيها مراكز للإبداع والنشاط الثقافي لصغيراتنا وشبابنا. كما تعرفوا المجالس المحلية في الأقاليم والجهات هي الغرفة البرلمانية الثانية في النظام السياسي الجديد، ودورها باش يكون محوري في رسم السياسات التنموية اللي تستجيب لخصوصيات الجهة. وفي صورة نيل ثقتكم مرة أخرى باش نحرص على أن أصواتكم مقترحاتكم تكون مسموعة في كل دوائر القرار الجهوية أو المركزية. ولهنا ونحب نطمنكم أني باش نكون بحول الله صوتي جمع ولا يفرق، قوة بناء وإصلاح رسم الطريق التغيير والإنجاز. المشعل اليوم لازم يكون بيد الشباب اللي حب ينهض بواقع منطقته، وهذا اللي عهدكم عليه منذ البداية. نطلب منكم بكل حب وحرص على مصلحة عمادة مركز بعصيدة العزيزة باش تدعموني وتصوتوا للمترشح رقم 2، صوتوا للمستقبل، صوتوا للأمانة والكفاءة. ما تنساوش اللي أصواتكم هي مفتاح التغيير. وفي الختام أسأل الله أن يوفقني لما فيه خير لهذا الوطن. تحيا تونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.